مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من الدراجة المستحيلة. اذا سوف نتابع الراوند الذي كنا فيه. كما تلاحظون هنا انها المسارات الوعرة يا سادة، انظروا الجبال، انظروا الجبال، ولكنكم لا تعرفون ما يوجد اسفل الجبال. انها النار، انها البراكين، البراكين يا سادة. الهليكوبتر هنا تحوم من حولي. اذا سوف نختار الدراجات. هذه الدراجة اشتريتها في الحلقة السابقة يعني، وهذه الدراجة بألف جنيه استرليني. انظروا لونها الاحمر الفاقع الذي يسر الناظرين. شوفوا، اذا سوف نعدي بهذه الدراجة لانني اعشقها، وحينما نكمل ان شاء الله 1000 جنيه سوف نشتري هذه الحمراء، لان عندنا فقط 396. اذا ليتس جو. الراوند الثامن الذي حصلنا فيه في الحلقة القادمة، حصلنا فيه يعني تكونسينا فيه، يعني بلغة اخرى لم نستطيع تجاوز او اجتياز. كل الالفاظ تعني شيء واحد، يعني سوف اسقط. باينة الي السقوط لم يمنعنا من اتمام الطريق، ولكن علينا ان نتمهل ونركز لكي نجتاز المراحل بامان. سوف اطير، سوف اسقط، سوف اتكربع. الا لم اتكربع لانني جيمر جيد. تكربعت، لا 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 تكربعت، والله اني تكربعت، كأني لم افعل شيء، كأني لم افعل شيء. تكربعت كأني لم افعل شيء. ضيعت الكثير من الوقت في هذه الامطار القليلة. يا الهي ليش، يا الهي ليش 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 ليش. باتري از لاو. امشي معنا الى نهاية المسار. سوف نقلع مجددا. شوف الطيران، شوفوا شوفوا، طح طح طح. للأمانة إن هذه الدراجة أحسن دراجات في العالم، وإذا لم نصف الوقت سوف نبقى ندوخ هنا. لا 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 لا، أريد أن سقط، والله إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطفها. سأسقط سأسقط سأسقط. أترون أترون، إنها النيران، إنها النيران. يجب أن نصل في الوقت وإلا سوف يلتهمنا الوحش. ما هذه الوراءات؟ لماذا سقطنا أكثر من مرة؟ لماذا لماذا؟ لا تسقط أيتها البلاء. إلى الدراجة البلاء الزرقاء. نيران تخرج من الدراجة الزرقاء البلهاء. لا 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 لا، كيف نسقط؟ نصل في الوقت المناسب. سوف نعيد الكرة، الكرة، سوف نعيد الكرة. إذا انطلاق. سيري يا دراجتي الحلوة، سيري يا دراجتي أحبك، سيري طيري يا دراجتي طيري، إني أحبك. طيري 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 طيري. والله إني لم أسقط، والله إني بارئ. لا تكربعت. بقيت 3 دقائق و9 ثواني 8 ثواني. 3 دقائق. الله 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 الله.
والله إني رأسي يؤلمني بهذه الضربة. إذا لم أصل فلن أرى كيف هي النهاية هناك. لا لا لا، يجب أن نسقط، لا يجب أن نسقط. أضعنا أكثر من 20 ثانية هنا، يجب أن نسرع. هنا أصبح كل شيء متاح. لا، بالرغم من أننا سقطنا، انتظروني سوف أصل النهاية. سير يا دراجة. الله الله، أعتقد أن الوقت كافي لكي نصل إلى خط النهاية. أعتقد ولا أجزم. كاد أن يسقط. هذه الطريق وخا ترونها أنها سهلة، ولكنها هنا. لا 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 لا, لا, لا. رأيتم؟ إذا اجتزنا هنا هذه الطريق. انتظر، إذا أردنا الوصول يجب أن نجتاز هذه الدائرة. سوف ننحرف إلى اليمين، كأنني في الصراط المستقيم. هنا سوف نغامر قليلا. مشاهدين الكرام، أنتم الآن تشاهدون خط النهاية، وتبقى 33 ثانية. إنها الفينيش. تعبنا من أجل الوصول، دعونا نرى وجهه عندما يدخل إلى خط النهاية. لم يفرح بالمرة، وذهبنا بالكأس. 143 نقطة. الراوند ريورد. ما معنى ريورد؟ اذا دعونا انا اجتاز هذه المرحلة الاخرى. 4 دقائق. انها الزيرو، ان الدائرة هنالك. الدائرة، المسار على اليمين مغلق، ولكنه على اليمين، على اليسار ليس مغلقا بالمرة. هاتي المسارات الصعبة يجب اجتيازها بذكاء خارق. الذكاء في السياقة. بيتر كراوش سوف يسقط هنا. ما يظهر بسيطا فهو صعب. أنا لا أثق في هذه المسارات. إذا كانت وعرة فإن هذا ما نريده، أما إذا كانت سهلة فهي فقط تبدو سهلة. السهولة، لا، إنه يريد أن يسقط. دعونا نأكل هاته الخضراء. إذا جاب الله وطحنا سوف نعيد من هنا، ولكن سوف نعيد بالمقلوب. يجب أن نصل، بقيت 2 دقيقة. إنه الدرج يا سادة، إنه الدرج. دعونا نسرع قليلا. الفازودا
هنا أخطر مسار. اللف يا سادة. نعم اللف. هل وصلنا؟ والله إننا وصلنا إلى الضفة الأخرى. سوف نأكل هاتيه، وإذا جاب الله وسقطنا سوف نعيد فيها. لا 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 لا، كما ترون لو لم نأكل هاتيه الخضراء لأعدنا من هنالك. إننا يا سادة دعونا أنا أرى وجهه ويجدد خط النهاية. سوف يرقص. إذن مشاهدينا نأتي إلى نهاية الحلقة. لقد ربحنا 139 نقطة ريورد. إذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على الزر لايك وساندونا في التعليقات ولا تنسوا مشاهدة الفيديوهات التي تظهر الآن على الشاشة. إلى اللقاء. سكركر.